مدت يدها بتوصل. أنا قلت للملك شخصيا، قلت الحركة الإسلامية ما كانت يوم إلا مع الوطن، ويتهموها بعض القوميين واليساريين أنها بالخمسينات ارتمت بإحضاء النظام، ولولا قوة الإخوان المسلمين في ذلك العام بالخمسينات 57 لا ذهب النظام، وبالتالي تصدى. والآن قلت له الإخوان المسلمين بالسجون والمعتقلات، ويتم التضييق عليهم ويحاربوا بأرزاقهم، بينما القوميين واليساريين هم الآن بيديروا مرافق الدولة. مستهدف الكتلة، وقلت الحرفة كتلة الإصلاح مستهدفة؟ طبعا طبعا مستهدفة. ممن؟ هلا بقول لك. فقلت لجلالة الملك الإخوان المسلمين تاريخ الملك حسين الله يرحمه كان يسمع لرجاله، استدعى الدكتور عبد اللطيف عربيات، قال له يا دكتور الرئيس الأمريكي طلب مني رسل قوات أمريكية للأردن، وبده يودي مدير مخابراته مشان يدير المرفق اللي أنا عندي هالساعة 13 قاعدة أمريكية. هذا في أي عام؟ عام لما في التسعينات لما احتلت العراق. العراق. وقت نعم. احتلال العراق. طلب من من الملك الراحل. استشار. الملك الحسين. الدكتور عبد اللطيف، وشو كان الدكتور عبد اللطيف؟ كان رئيس مجلس النواب. نعم. قال له ترك لي إياه، نزل واتخذ قرار في المجلس وعقد مؤتمر صحفي لا نسمع بوجود قوات أمريكا. واشنطن بوست كتبت البرلمان الأردني يرفض. إجا مدير المخابرات حط الملك ذكي المركز مسك الجريدة قال له شايفين أنتوا صحفكم أنتوا ممثلي الشعب يرفضون ذلك، هذه قوة لما يكون مجلس النواب قوي يدعم موقف النظام ويدعم الحكومة. اتكأ عليها في اتكأ عليها. نعم. وقال لو علي أنا ما عندي مشكلة، بس ممثلي الشعب يرفضون، أنتوا تؤمنوا بالديمقراطية وحالة دون ذلك. وسألته الله يرحمه الدكتور عبد اللطيف عن هذه الواقعة وأكد لي إياها لما سمعها الملك. شوف لما يكون حول الملك بطانة وحاشية تسمع، اللي الآن ما في ولا في مطبخ سياسي. تعرف ثاني يوم شو سوى؟ الساعة 10 بالضبط اتصل مع الدكتور عبد اللطيف عربيات، قال له بشكرك على مواقفك ومنعتز فيه، وأنا خلال هاليومين رايح أزورك. خلال اليومين وهو بين يدي الله في بيت الله، الله أخذ ودعته. هذه الرجال، هذه أبناء الحركة الإسلامية ما كانوا ولم يطمعوا. عرض عليه الملك على محمد عبد الرحمن خليفة في ذلك الوقت، قال له أنت وقفت معايا خلينا شكل حكومة. قال لا، خير لي عبد الحليم النمر هو الذي شكل حكومة، إحنا لما وقفنا وقفنا مع الوطن وأمنه واستقراره وسيادته. هل سجل على سجل على أي قيادي من جبهة عمل أو الإخوان المسلمين موقف ضد الدولة الأردنية عبر تاريخها؟ بالعكس.